بكم الملازمة محمد العرباوي رئيس قسم التكوين بالإدارة الجهوية للحماية المدنية بكاسر. كما تعودنا في سيدي رمضان وربما في الليمات هذوما ترتفع فيه درجة الحرارة، ودرجة الحرارة هذه معروفة خاصة في ولاية يبسا اللي هي درجة حرارة مرتفعة. هذاك علاش حبينا في المداخلة هذه اللي حبينا نشكروا زاد وسائل الإعلام اللي حبت نعطي بعض النصائح وبعض التوجيهات اللي ربما تقي المواطن من ربما مضاعفات كبيرة. الشمس هذه ما نجموش نقولوا معنا الشمس وما نجموش نتوقعها، وربما نوصوا باش نخدموا فيها أنا بشيء من التوقي. النصيحة الأولى اللي نصحوا للسادة المستمعين اللي هي نحاولوا نبعدوا على الأقل ماكسيموم في الشمس والحرارة الموجودة فيها. كيفاش؟ نحاولوا حتى العمالة نتاعنا اللي تكون في الشمس نأجلوها الوقت ذلك. ثم الناس اللي فاضرين ربما نصحهم باش يشربوا أكثر كمية تاع ماء، وخاصة الأطفال الصغار. لهنا نوعية الإصابات اللي تجينا في المشاكل تاع الشمس وإلى الحرارة هي بمعبر عليها بلغة إسعافية نقول له ضربة شمس وإلى ضربة حرارة. شنو هي ضربة شمس؟ هو تعرض الشخص هذايا إلى أشعة الشمس لمدة كبيرة برشا. شنو ينتج عليه؟ ينتج عليه أنه هو يدخل في مضاعفات كبيرة برشا. ضربة حرارة هي تقريبا وجود الشخص هذا في مكان يكون درجة حرارة مرتفعة لدرجة حرارة الإنسان. ما قعد في بيت حمام سخون، قعد في أماكن ربما تكون فيها شيلي وسخون، لهنا عليك علاش ننصحهم زاد بشي بعدو الأماكن هذه تكون فيها شيلي. ثم وخاصة هنا نحب نعرج على حاجة صغيرة اللي ويعملها ربما الأباء كلها، اللي ياخذ ولده ولا بنته صغيرة في كهرباء يحطها في سيارة ويمشي يدخل مرشي ولا ما نعرفش بشيخ دي قرية وينسى الولادة نتاعو والكهرباء متعرضة إلى أشعة الشمس. هنا باش يسخن الجو فصل السيارة وياخذك الولادة هذاك، وخاصة هنا نحكي على الأطفال الصغار والمسنين. وبربي لهنا نسمعوا كلمة المسنين راهو مذهبين حتى لكاني نلزموهم باش يفطروا، راهو متعرضين لهنا في الاحتفال. شنو باش يصير لهنا إذا كان تعرض إلى أشعة الشمس أو ضربة شمس أو ضربة حرارة؟ راهو بتصير عملية اجتفاف. ثم الاجتفاف إذا كان ما يتمش الإسعاف نتاعو راهو